نقول في المقابله كبيره، وخاصه من لاعب بالايت كامل في الدفاع. هذا مكسب الكره الجزائريه كما نقول سيتو الفريق الوطني، لاعب شاب اللي عنده مستوى كبير سيتو هذا العام، وين شفناه النهار بمستوى كبير. نتمنى له النجاح كامل هذا، باسكو نتمنى له يروح الاحتراف كامل باسكو علاش يزيد يطور. وكذلك يعتمد عماله كره خطيره لصالح الاتحاد العاصمه عن طريق لعب البوتسواني، فرصه الهدف الرابع تضيع، فرصة الرابع الهدف الرابع أقول تضيع من جانب هذا البوتسواني بعد تدخل الحارس الأخضر الليبي الحارس العباد أو طالب عفوا، تدخل وإخراج الكرة طبعا لركلية، والتغييرات من جانب اتحاد العاصمة. التغيير الأول طبعا بعد لحظات جانب عبد الحق بن شيخة، في ظل أنه حقق الأهم في ظل تسجيل ثلاثية هي مريحة للاعبي الاتحاد في التأهل طبعا إلى الدور القادم وسط هذه الأجواء الكبيرة والرائعة، رغم حضور حوالي 10,000 طبعا متفرج ومناصر من أنصار اتحاد العاصمة. كرة طويلة ركنية تنفذ عن طريق بالعيد، الهدف الرابع عن طريق بالعيد. الضربة الرأسية لم تكن قوية، مرت ببضع سنتيمترات الحارس الأخضر الليبي. تألق الفرق الجزائرية في المنافسات القارية الإفريقية بعد شباب بلوزداد شبيبة القبائل اتحاد العاصمة إلى الدور الربع النهائي من منافسة الكافة. لكن حذاري ثم حذاري من الكولاس الإفريقية، حذاري من التحكيم الإفريقي كما قلت في كل مرة، نعيب على اللاعب الجزائري ونعيب على الفرق الجزائرية ونعيب على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المستوى الضعيف، ولكن تغنينا كثيرا بالفرق الإفريقية والعربية، ولكن لا يمكن لك أن تتوج وتصل للنهائي بكرة القدم فقط أو باللعب أو من خلال المستطيل الأخضر. لذلك الاتحادية أن تدافع للفرق الجزائرية وتدافع للمنتخب الوطني خلال التصفيات أو خلال المنافسات القارية الإفريقية والإقليمية. كرة دائما في وسط الميدان عن طريق الأخضر. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. ديرتول تتمنى لكم رمضان كريم. زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.